بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Testing in Extreme Programming، أو الاختبار في البرمجة الكتيرة المتزايدة، مش كده؟ نشوف مع بعض Testing in XP، Testing in Extreme Programming. لو أنتوا تفتكروا يا جماعة قلت لكم إيه؟ إن الإكستريم بروجرامينج بينتج عنه عدد من الفيرجنز، صح؟ فيرجن 1 2 3، وكل فيرجن ايه ها بيظهر بيبقى محتاج يا جماعه اختبار. يعني فانكشن اساسيه بتظهر لازم نختبر الفانكشنز اللي ظهرت دي الجديده، مش كده؟ فاذا الاختبار لابد ان يتم في الاكستريم بروجرام، وهو ممكن نقول عليه ايه بقى، ان هو المهمه الرئيسيه في عمليه الاكستريم بروجرام، الا وهي الاختبار. معايا يا جماعه؟ ليه؟ لان كل تغيير بيحدث لابد انك تختبر هل التغيير دوت الجديد ده تم. طيب هل اثر على تغيير على فانكشن كانت وظيفه موجوده في الايه في البرنامج قبل كده؟ لازم نختبر الجزء ده. طيب عشان كده بنقول ايه بقى يا جماعه، تيستينج از ها سنترال تو اكس بي، اند اكس بي هاز ها ديفلوبد ان ابروتش وير ذا بروجرام از تيستد افتر افري تشينج اوف افري تشينج هاز بين ميد. كل تغيير بيحصل لابد انك انت ايه، ايوه لابد انك انت تتست او تختبر ايه مدى ها امكانيه هذا الايه هذا الايه التغيير، هل هو اضاف ولا ما اضافش، هل هو مظبوط ولا لا، ولا اسرع على فانكشن قبل كده. طيب نشوف مع بعض كده في بعض المعالم الرئيسيه في عمليه الاختبار. هنشوف مع بعض ثلاث معالم، لكن هناخد دلوقتي جزء واحد بس، وان شاء الله المحاضره اللي بعدها ناخد ايه الاثنين الباقيين. بنقول اكستريم بروجرامنج تيستينج فيتشرز، معايا المعالم الاساسيه للاختبار في الاكستريم بروجرامنج، هم ثلاث اجزاء. بنقول اول واحده تيست فيرست ديفلوبمنت، رقم 2 يوزر انفولفمنت ان تيست ديفلوبمنت اند فاليديشن، رقم 3 اوتوميتد تيست. تعالوا ناخد مع بعض اول واحده تيست فيرست ديفلوبمنت. تيست فيرست ديفلوبمنت معناها التطوير بس الاختبار اولا. حته غريبه قوي، تيست فيرست الاختبار اولا، انتوا عارفين يعني ايه الكلام ده؟ يعني تبدا بالاختبار، حاجه غريبه مش كده؟ يعني ايه؟ يعني انت بتكتب الاختبار بتاعك، او بتعمل ايه رايتنج للتيست، او بتنفذ الاختبار قبل ما ايه ما المتطلبات توضح. ايوه يعني قبل ما الكود اللي انت كاتبه يوضح متطلباتك بتختبر سير البرنامج وطريقه تنفيذه. معايا يا شباب؟ اذا رايتنج تيست بيفور كود كلاريفايز ذا ريكويرمنت. كلاريفايز دي معناها ايه؟ ان هو يوضح المتطلبات تو بي امبلمنتد. جميل، يبقى اذا اول خطوه بتكون ايه؟ ها التيست قبل ايه؟ ها ما الكود يوضح متطلبات المطلوبه في البرنامج. جميل. طيب في الجزء ده يا جماعه بيقول لك ان الاختبار بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق برامج، يعني هي برامج اللي بتختبر. بتختبر الداتا وبتختبر، ايوه اذا هي بايه؟ بيتم تنفيذها اوتوماتيكالي. اوتوماتيكالي يعني ايه؟ تلقائيا. اذا tests are written as programs rather than data so that they can be executed automatically، يعني اذا هي برامج يتم تنفيذها تلقائيا، تعمل تشيكنج تلقائي. تمام؟ طيب خلي بالكم بقى يا جماعه، ولما باجي ارن التيست دوت، لما نيجي نعمل اختبار بيختبر حاجتين، بيرن الايه الفيرجن الجديد وكمان الفيرجن القديم، الاختبار الجديد والاختبار القديم. ليه؟ عشان تقارن هل الاختبار الجديد او المعالم الجديده اللي انت كتبتها جديده دي اثرت على البرنامج القديم. خلي بالك، يعني انت مش تكتب حاجه جديده وخلاص، لا لازم كمان الاختبار يتشيك يفحص هل الفيرجن طلع جديد دوت المعالم الزياده اللي فيه اثرت على المعالم القديمه، يعني هل الجزء الجديد دوت ها عمل مثلا مشكله في الجزء اللي فات. مين اللي يقول الكلام ده؟ هو البرنامج بتاع الاختبار. اذا all previous and new tests are run automatically when new functionality is added. ليه يا جماعه؟ thus checking that the new functionality الوظيفه الجديده has not introduced error، ما قدمتش اي اخطاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.